جمع العام كان جمع عام أحسن من السنة اللي فاتت. أنا كانت واحد شبه ديمقراطية وما كانش شبه ديمقراطية، كان نقاش كان حوار. مع الأسف الأسئلة ما كانتش كلها أسئلة بالنعة، كانت شي أسئلة اللي فيها شوية ديال التحيز. وكما قلت الرئيس أنا قلت بأنه كاين مشكل في الوداد، كاين مشكل ديال الحوار كاين مشكل في عند الحوار. الآن الرئيس عهد بأنه غتكون عنده جلسات مع المكتب ومع المنخرطين، هذا شيء جميل كيفرح بزاف، وكنظن أن هذا العام إن شاء الله الوداد تطلب الكلمة ديالها.